اي كيو او او 9 برو، تليفون عتاد قوي، بروسيسور قوي من سناب دراجون، شاشة قوية، شاحن سريع 120 واط بيشحن في تلت ساعة تقريبا. ابقوا معنا لاستعراض التليفون الاصدار الجديد من فيفو اي كيو او او 9 برو. ابقوا معنا. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا في خير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. فيفو بتستعرض معانا وبتنتج لنا تليفون من فئه الاي كيو او او، الفيرجن الجديد اللي هو 9 برو، بمواصفات قويه وعتاد قوي، بتاع بيزنس وبتاع جيم وبتاع كل حاجه تستخدمها زي ما انت عايز. في نفس الوقت شيك جدا، وفي نفس الوقت بسعر بيوصل حوالي 15000 جنيه تقريبا. التليفون اللي معانا النهارده اللي هنستعرضه هو اي كيو او او 9 برو، وكان نزل منه فيرجن اللي هو 9 العادي، والفرق ما بينهم بسيط جدا، وهتلاقوني في الفيديو حاطط صور للمقارنه ما بين الاثنين عشان اللي يحب يختار ما بين ده او ما بين ده، ولكن الفروق بسيطه جدا. فانا طبعا برشح للساده المستهلكين ان هم ياخدوا طبعا الاي كيو او او 9 برو. قبل ما استعرض التليفون اللي معانا النهارده، مش هنسى افكركم زي كل مره، يا ريت السبسكرايب مهم جدا، عشان افعل القناه محتاج 1000 سبسكرايب، اللايك والشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. يلا بينا نستعرض التليفون اللي معانا، فيفو اي كيو او او 9 برو. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في شهر يناير، وتحديدا 5 يناير 2022، وبدأ البيع بتاعه في 12 يناير 2022 في الصين. هل يا ترى هيبقى فيه نسخة عالمية بتصدر للعالم وللشرق الأوسط؟ بصراحة المعلومة مفتقرة عندي، ولكن ياريت لو حد يفيدنا إذا كان التليفون ده هيتباع في مصر ولا لا. ولكن التقدير المبدئي بتاعه حوالي، هو بيوصل ل 908 دولار، يعني تقريبا حوالي بالمصري 15000 جنيه تقريبا. التليفون ابعاده 164.8 في 75.2 في 8.8 ملي متر، وبوزنه بيبقى بيتراوح ما بين 204 جرام او 210 حسب اختيارك انت، لان في بينزل منه التو فيرجنز، الاولاني بيبقى الظهر بتاعه جلد، والتاني بيبقى الظهر بتاعه زجاج او كوريلا جلاس فيكتس. التليفون بيبقى ليه قابليه ان هو ياخد شريحتين من الاتصال. بالنسبه للشاشه بتاعته هتيجي بمواصفات كالاتي: قوه الشاشه تبقى ال تي بي او اوميليد، 1 مليار لون، تردد 120 هرتز، وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس دولبي فيجن، وبتوصل القوة النتس بتاعتها ل 1500 نتس، شاشة قوية جدا. مساحة الشاشة بتبقى 6.78 انش، قوة استحواذ 89.6%، ريزوليوشن الشاشة بيبقى 1440 في 3200 بقوة 518 بي بي اي، طبقة الحماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. التليفون بيجي باندرويد 12 و اورجن او اس اوشن الواجهه بتاعته. بالنسبه للبروسيسور هيبقى كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الاول، وده الاعتماديه بتاعته 4 نانومتر، وده زي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او ثماني النواه الرئيسيه بتاعته، او الكور الرئيسي الكاستم كور، بقوه 3.00 جيجا هرتز، المسمى كورتكس اكس 2، والثلاثه المتوسطين بقوه 2.50 جيجا هرتز بمسمى كورتكس اي 710، والاربعه الموفرين للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز بمسمى كورتكس اي 510. بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات ادرينو 730. التليفون للاسف ما بيدعمش تركيب كروت ميموري، ولكن بيجي بنوعين من الذاكره: 256 جيجا بايت ذاكره او 512 جيجا بايت. بالنسبه للرامات بينزل منه نوعين، بيجي ب 8 جيجا بايت مع ال 256، او 12 جيجا بايت مع ال 256 او ال 512. بالنسبه لنوع الذاكره بيبقى من نوع اليو اف اس
3.1. الكاميرات الرئيسية هم 3 كاميرات أو تريبل كاميرز. الكاميرا الرئيسية العريضة هي 50 ميجا بايت، فتحة عدسة 1.8، بتدعم طبعا الـ PDAF والجامبل OIS. الكاميرا الثانوية التليفوتو بقوة 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.2، وبتدعم طبعا اوبتيكال زوم والاي او اس والاوبتيكال زوم بتاعتها لغايه 2.5 اكس اوبتيكال زوم. اما الكاميرا الالترا وايد او العريضه قوي، دي بتيجي بقوه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.3، بتدعم بقوه الاي اف. بالنسبه للفلاش، الدول ال اي دي فلاش بتدعم الاتش دي ار والبانوراما. تصوير الفيديو بيوصل لغايه 8 كي بقوه فريم 30 فريم بير سكند، و4 كي برضه بقوه 30 فريم بير سكند. بالنسبة للكاميرا الرئيسية، الكاميرا أسف السيلفي، فدي بقوة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة 2.5، ودي عريضة بتدعم الـ HDR وبتدعم برضو تصوير الفيديو بقوة 1080 بفريمات 30 فريم بير بكسل. بالنسبة للاود سبيكر أو السماعات، هتيجي بقوة ستيريو أو 2 سماعات بقوة ستيريو السفلية والعلوية. اما نظام تركيب الجاك 3.5، فللاسف ما بيدعمش تركيب الجاك 3.5 ملم. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشنز او اللي موجوده في التليفون من وحدات اتصال، فهي بالنسبه للواي فاي بيجي باحدث حاجه، بالنسبه للبلوتوث بيجي بقوه 5.2، بالنسبه للجي بي اس بيدعم الجي بي اس ولكن احادي وبيدعم كل المستشعرات بتاعته. بالنسبه للان اف سي فهي موجودة، أما باليو اس بي فبيبقى موجود من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبة للبطارية، فهو البطارية بتاعته من نوع الليثيوم بقوة 4700 ملي أمبير، معاها فاست تشارجنج أو شحن سريع بقوة 120 واط، بيشحن 100% تقريبا في تلت ساعة. والفاست تشارجنج بتاعه الوايرلس هيجي بقوة 50 واط، والريفرس أو الشحن العكسي بيجي بقوة 10 واط، ودي مواصفات قوية جدا بالنسبة للبطاريات وطريقة الشحن، تدعم الشحن السريع للمستهلك وتخليه ما يقضاش وقت كبير في شحن التليفون. التليفون هينزل منه نوعين، النوع اللي هو البراند بتاع البي ام دبليو، الام براندنج ده بينزل من بلون الوايت، وبينزل منه اللي هو الاورنج اللي هو بيبقى ظهره من نوع الجلد. التسعير المبدئي ليه هو 909 دولار، يعني تقريبا بالمصري 15,000 جنيه. حتى الآن لم تتوافر معلومة أكيدة هل هيتم طرحه في السوق المصري من عدمه أو في سوق الشرق الأوسط من عدمه، ولكن يريد طبعا نشوف التليفون دوت، ولو توافر لينا إن شاء الله بإذن الله هنعمل له ريفيو وأنبوكسنج إن شاء الله بعد ما نتواصل مع الشركة إن أمكن إن هم يبعتوا لنا نسخة منها. يا رب نكون اسعدناكم بالمختصر المفيد بالسيمبل ريفيو اللي بنعمله للتليفون، وناسف اذا كنا طولنا على حضراتكم. ما تنسوناش، مش هنسى افكركم، ما تنسوناش بالسبسكرايب اللايك الشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. شكرا جدا لحسن الاستماع، وسلام عليكم.